صلاة التراويح سنة ويستحب فعلها جماعة لأمور ثلاثة. أولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر الصحابة، فخرج ذات ليلة في رمضان فرأى ناسا في ناحية المسجد يصلون، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا: هؤلاء ناس ليس معهم قرآن، وأبي ابن كعب يقرأ وهم معه يصلون بصلاته. فقال: قد أحسنوا أو قد أصابوا. ولم يكره ذلك منهم، كما روى ذلك البيهقي، وإن كان مرسلا فإنه مرسل حسن، ويؤيده كما قال الألباني رحمه الله ورود ذلك موصولا عن أبي هريرة بسند لا بأس به، أخرجه ابن نصر في قيام الليل. الأمر الثاني مما يدل على استحبابها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقامها في أحاديث كثيرة، وكانت صلاته كما بينت ذلك الروايات أنه كان في المسجد، وما ورد أنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه نصب له حصير على باب حجرة عائشة رضي الله عنها، فالروايات الأخرى تبين أن ذلك في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا فعل منه لصلاة التراويح في المسجد. أما الأمر الثالث الدال على استحبابها أنه بين صلى الله عليه وآله وسلم فضلها، كما عند أبي داود والترمذي وابن ماجه أنه قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن قوله من قام مع الإمام دليل على فضيلة صلاة قيام رمضان مع الإمام. ولذلك قيل للإمام أحمد: أيعجبك أن يصلي الرجل مع الناس في رمضان أو وحده؟ قال: يصلي مع الناس.